مجمع الرزين يتكون من 2784 غرفة، الطاقة الاستيعابية لرزين ثلاثة تقريبا 9984 شخص، هذا بالإضافة للطاقم الطبي والإداري والطاقم الأمني اللي هم الشرطة والقوة الأمنية طبعا. المنطقة فيها كل الخدمات المطلوبة لكل المرضى، وطبعا هنا يوصلهم الأكل بشكل يومي 3 مرات في اليوم، وإذا عندهم أي احتياجات من مستلزمات شخصية طبعا تتوفر بشكل دوري من غير ما نخليهم يحتاجون لأي شيء. حبيت أشكر الشيوخ على الدعم اللي عاطينا إياه، وطبعا كل الجهات المختصة، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الأمنية والشرطة، وفروا لنا كل السبل على أساس أن نخلي هالمشروع جاهز في وقت قياسي ويكون جاهز لاستيعاب المرضى في أقرب وقت ممكن.